تمنيت الاستاذ عبد الاستاذ جميله في حقه وتشكيلات حاره كذلك يمكن لدو جميع الحضور حضرتنا معنا اليوم. شكرا. سي العربي الصمقي مرحبا. اهلا وسهلا. انت اليوم المكرمين ديال المنتدى في الدوره ديالو السادسه، مالك تعطينا شعوركم بمناسبه هذا التكريم؟ والله بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الجميع وفضلكم احس بشعور عميق وامتنان، واتوجه بهذه المناسبه بالشكر العميق والشكر الجزيل الى كل من ساهم من بعيد او قريب في هذا التكريم، وإن دل هذا على شيء فإنما هم يدل على الاهتمام الذي تهتموا بالثقافة ويهتموا بالتربية والتوجيه والرعاية ديال هذا الشباب، ونحن غير عباد ونحن غير 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 غير, غير عملاء متطوعين في هذا الميدان هذا النت، وقمنا بواجبنا إزاء هذه الطفولة وهذا الشباب ديال المنطقة العزيزة اللي هي قريبة. هنيئا للجميع. شكرا شكرا. هو تكريم ذو وقع خاص، ذو وقع خاص لعدة أسباب، لأنه أولا في المدينة ديالي مسقط الرأس ديالي اللي هي مدينة خريكا، اللي هي مدينة كنعتز بها كثير لأن فيها قريت وفيها تربيت وفيها دوزت أحلى لحظات الطفولة والشباب ديالي. له وقع خاص لأنه يندرج من خلال هذه الدورة ديال الأديب الكبير الأستاذ محمد برادة، وتحت شعار تلاقح الثقافات. تلاقح الثقافات هي تلاقح للثقافات الأدبية والفنية والعلمية أيضا والتكنولوجيا، فجمعنا ما بين الأدب والفن والتكنولوجيا، فهذا شيء جميل. وله وقع خاص لأن الحضور ديال أهل مدينة خريبكة وأبناء مدينة خريبكة من أجل الحديث على هذا الاختراع اللي لقى صدى كبير سواء داخل الوطن ولا خارج الوطن، اللي حصلت به على ميدالية ذهبية في الولايات المتحدة الأمريكية، ميدالية ذهبية في كوريا الجنوبية، أحسن براءة اختراع برسم سنة 2017، أحسن جائزة تميز من طرف مازن. فلله الحمد هذا الاختراع هو عبارة عن نظام للإنارة بضوء الشمس عبر استخدام الألياف البصرية التي تنقل الضوء المرئي بعد فلترة الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، وتنقل الضوء المرئي إلى داخل المبنى من أجل اقتصاد الطاقة ومن أجل الرفع من مستوى النجاعة الطاقية للمباني. الآن هذا المشروع هذا هو موقفش، احنا في صدد إعداد النموذج الصناعي الأول، وبصدد إعداد بعد التحاق ديالي بالديوان الوزاري الآن نشتغل على عدة مشاريع ديال النجاعة الطاقية، مشاريع تخص مثالية الدولة، تخص النجاعة الطاقية في الإدارات العمومية، النجاعة الطاقية في المدارس، النجاعة الطاقية في الجامعات المغربية، من أجل تقليص الفاتورة الكهربائية بشكل عام للمملكة، ومن أجل تحفيز استخدام الطاقات المتجددة. ونشتغل على مركز للبحث يخص هذه ما نقول لسيستم ديكليراج ناتوريل، أنظمة الإنارة الطبيعية عبر استخدام ضوء الشمس دون الحاجة إلى كهرباء. أستاذة أكيد أن هذا الاختراع كان عنده واحد الامباكت على لو ديفلوبمون بيرسونيل ديالك. الآن دخلتي لواحد المجال هو المجال العمومي، واش نقدر نعتبر غادي يمشيو ما هو عمومي ما هو شخصي غادي يمشيو باراليل بموازات، يعني أن غادي تزاد تفتق ديك الإبداعات ديالك والفكر العلمي وغادي يمشي في التوجه ديال الديفلوبمون على مستوى الفردي ولكن علميا؟ أكيد أكيد، لأن الأمر كله مرده إلى تخطيط محكم، فالأصل في هذا الشيء كامل كان هو هدف مكتوب وخطة محكمة واستمرارية من أجل الوصول إلى ذاك الهدف. فكيف ما كانت الظروف اللي غتحط فيها غتبقى غادي نحو الهدف نفسه اللي هو تشجيع النجاعة الطاقية. هذا نظام من بين أنظمة النجاعة الطاقية المتواجدة، الآن نشتغل على عدة أنظمة من بينها هذا النظام وأنظمة أخرى متواجدة، فنحن إذا غادي في اتجاه البرفكسيون، نفس الاتجاه ديال تقليص استخدام الطاقات الأحفورية. دكتورة ليلى خليك في بلاد انت لا تدخل واحد يعني واحد بسيط على المستوى الوطني. قبل ما نمشي نشارك في الولايات المتحده الامريكيه حصلت على جائزه احسن براءه اختراع ديال جامعه محمد الخامس بالرباط، وحصلت على جائزه تميز ديال مازن هنا في المغرب. التحديات ديال الاختراع ولا ديال الابتكار
هي تحديات دائما كاينه، لان ما يمكنش غير غادي ترسم واحد الهدف تحط واحد لوبجيكتيف تي بو فيكسي ان اوبجيكتيف اي تي بو اتاندغ لي بوت رابيدمون. ضروري كاينه صعاب خطه محكمه طريق كتعاود ريكتيفيه لو تير، يعني هاد الامور هذه دائما حاضره. اكيد كان تحديات ماديه ومعنويه، ولكن كان الهدف هو اننا يكون عندنا بصمه في مجال العلوم، بصمه في مجال الصناعه كمسلمه عربيه مغربيه، وتكون عندنا اضافات في مجال العلوم. دكتوره لاله صدقي، شكرا على سعه صدرك وشكرا. كنشكركم ايها الحضور الكريم، نشكركم على مشاركتنا هذه لحظه تكريم للعتيق الذي افتقدناه وافتقدته مدينة أوليمبيا التي أتاها شابا يافعا. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.